اليمين 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 يبارك هذا هو تفضل. سي مدير يتفضل. سي مدير ماشي من الجمعيه رئيس جمعيه كذا كندار باش نقدموا شهاده شكر الله. السيد مبكر بن ياسر رئيس لجنه قريه كذا كندار باسمها الخاص ونيابه عن كل سكان القريه ان يتقدم بالشكر والتقدير والامتنان للاخ المجاهد بن بوكر الذي جادت اياديه الكريمه بالخير ونفسه العظيمه بالجهد والعطاء في انجاز مشروع خير لفائده سكان قريه كندار المتمكن في تزويد وكما نقول لكل من ساهم وقدم واعطى سترون باذن الله ثمار اعمالكم وصدقاتكم اجورا عند ربكم وصحه في اجسادكم وبركه في اولادكم وارزاقكم وطمأنينة في نفوسكم. نسال الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم وأن يتقبله منكم. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. كذلك يسر يعني جماعة المسجد يعني تقوم بالمسجد تحديدا في الدراع أن راهم عندهم مشروع باش هذوك الطلاقي اللي راهم بالحطب يتنحاو يديروا بالبي في سي. راه كان واحد خونا واقي راح يدير ان ديفي وحنا نحتاج كذلك الى متبرعين باش يغطوا هذا البروجي تاع باش نديروا لي بي في سي. واجركم على الله ويكون صدقه جاريه لكم. بارك الله فيكم وبارك الله في الجميع. وكذلك لا ننسى أن نترحم على أختنا مريم بنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها ويرحم جميع موتى المسلمين. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النار. اللهم وسع لها قبرها. اللهم بارك لها في أعمالها وبارك لها في أولادها. اللهم ابدلها دار خير من دارها واهلا خير من اهلها واجعل الجنه جنه الفردوس مثواها. اللهم ان كانت محسنه فزد في احسانها وان كانت مسيئه فتجاوز عن سيئاتها. اللهم ارحمها واللهم ارزق اهلها الصبر والسلوان. اللهم ارزق اهلها الصبر والسلوان واجرهم في مصيبتهم واخلف لهم خير منها. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.